لما كنا بنيجي نضيف نص صورة مش عارف ايه كنا بنروح على قائمة ايه؟ ها تو على ايه؟ قائمة insert ايوه ممتاز، اسمها to. الله ينور عليك، قائمة انسيرت، ممتاز. طيب قائمة انسيرت لو جينا النهاردة هنبص على جزء، الجزء ده مثلا خاص بالتكست، ده بالميديا، ده بالسلايد. في الجزء اللي بعده خاص حاجة اسمها interactive objects. يعني ايه interactive objects؟ يعني عناصر التفاعلية. ايه عناصر التفاعلية؟ اللي هي باختصار الزراير والحاجات اللي بتربط لي بين الشرايح وبعضها، او الاماكن اللي داخل الشغل بتاع البرمجية بتاعتي ببعضها. طيب احنا ناخد النهارده منها عنصرين اتنين اللي هم البوتون والهوت سبوت. تعالوا الاول نشوف عنصر البوتون ده هو ايه. البوتون لما نضغط عليه كده هيطلع لي ثلاث اختيارات، الثلاث اختيارات هم زي بعض بالظبط ولكن بتفرق بس في الاشكال. الشكل ده الزاويه بتاعته على شكل زاويه مستقيمه 90 درجه، الشكل ده كيرف شويه كده مش مستقيم، طب الشكل ده على شكل دايره. بيضاوي تمام، الله ينور. اي شكل هنختاره منهم مش هتفرق خالص، على حسب ذوقنا في الاختيار بس مش اكتر. تمام، وليكن مثلا انا عايز اختار الشكل اللي هو ده اللي هو المدور ده. السهم عندي هنا تحول لايه؟ لشكل زائد كده. هو مستعد دلوقتي ان هو هيرسم. ابدا اسحب كده اهو، عملت الزرار بتاعي خلاص. طيب عايز مثلا اكتب في قلب الزرار ده الصفحه الرئيسيه، بعد ما سحبته كده اكتب على طول في الصفحه الرئيسية اهو. طب صغيرة خالص، تعالى يا عم اعمل لها سيلكت كده اهو، ومن قائمة هوم مكبر شوية اهو، مفيش مشكلة. تمام كده، في مشكلة في الموضوع؟ عايزكم على طول معايا كده ما تناموش يا شباب. سامعني ولا الصوت راح ولا ايه؟ سمعنا ياسين؟ يا شباب يا اسراء. سامعينك يا طيب دنيا دكتور. ماشي خلاص، احنا عملنا الزر بتاعنا اهو، كتبنا اللي احنا عايزينه. طيب هنشوف حاجه كمان بعد كده افضل في الزر بكتير بدل ما ننزل من على النت. احنا فاكرين لما كنا قلنا ان الشاشه بتتكون من مجموعه من اجزاء، وكنا قلنا ان في جزء تحت هنا اسمه التايم لاين. احنا نشتغل النهارده بقى في التايم لاين في حاجة اسمها الستيتس بتاعت الأزرار. إيه الستيتس؟ اللي هي الحالات يعني باختصار. زي ما تكون حاطط أنت ليك حالة كده على الفيسبوك مثلا أو الواتساب. عايز لما أجي مثلا أقول لك أو أقول لك مثلا إيه حالات الأزرار، تقولوا لي خمس حالات. إيه هم الخمس حالات؟ أول حالة النورمال، اللي هي الزرار في حالته الطبيعية أول ما الطالب يفتح البرمجية بيبقى ظاهر بالشكل ده. الحالة الثانية اللي هي هاويفر. يعني إيه هاويفر؟ تعالوا نديكم مثال كده. شايفين كده الشكل اللي قدامي ده اللي هي البرمجيه اللي فاتحه دي؟ ها لما بمر على السهم هنا اللي بيحصل او على الزرار ايه اللي بيحصل له؟ ايه اللي بيحصل له يا شباب؟ مفيش أي تغيير. ماشي، ثواني ثواني ثواني. طيب اهي، طيب شفتوا كده صح؟ معلش. تمام. طيب اما امر على الزرار اللي بيحصل، ها اما اجي مرة، بتحرك معاك. الله ينور عليك، تشترك تكبر بيتحرك. وتصغر. الله ينور عليك. يعني لو عملت كده مثلا ورحت على شاشة الدروس اهو، شايفين؟ ها اللي بيحصل ده دلوقتي اسمه هاويفر. يعني ايه هاويفر؟ هاويفر ده في حالة المرور الزرار بيحصل له ايه. تمام ثواني. تمام يا شباب. طيب ثواني افتح لكم تاني شاشة البرنامج. تمام كده. فالحاله اللي هي اسمها هاويفر، اللي هي لما امر على الزر كده بمؤشر الماوس ايه اللي هيحصل له؟ هو ده هاويفر. طيب الحاله داون، ايه داون؟ لما اضغط على الزرار، تمام، لما اضغط عليه ضغطه واحده كده. يعني هاجي تاني على البرمجيه مثلا اهو، اهوت شايفين كده؟ ها لما اضغط، ها شايفين؟ بص لما جيت عليه اللي حصل كبر شويه، لما ضغطت عليه ضغطه اللي حصل، ها صغر تاني او حصل فيه يعني حاجه تانية اتغيرت تاني. تمام، المهم ان كل واحده فيهم لها حاله مختلفه عن التانيين. طيب دي الحاله داون. الحاله فيزيتد اللي هي مثلا ايه؟ حاله الزياره. تعالوا مثلا هفتح كده حاجه، انا هنا كنت ببحث مثلا
عن فلاش بلاير 10. شايفين كده كلمة هنا؟ انتوا شايفين دلوقتي الشاشة بتاعت جوجل دي ولا مش ظاهرة عندكم؟ لا مش ظاهرة. طب ثواني. اللي ظهر عندنا شاشة البرنامج. طيب اهي شفت شاشة جوجل دلوقتي؟ اه تمام. شايفين دلوقتي الشكل بتاعها عامل ازاي؟ انا كنت ببحث عن فلاش بلاير 10، تمام؟ ها شكل، شايفين شكل اللينك ده عامل ازاي؟ وشكل اللينك ده عامل ازاي؟ ده لونه ايه؟ اللي هو بنفسجي شويه كده. وده لونه ايه؟ عادي، بنفسجي عادي. لا الازرق، الازرق العادي، كلهم لونهم ازرق اهم. وده بنفسجي شويه. طب ايه الـ ايه اللي إيه اللي خلى ده لونه بنفسجي كده؟ عشان انا دخلت على اللينك ده قبل كده، فتحته قبل كده ودخلت عليه، تمام؟ يعني تم زيارته قبل كده. كذلك الزراير بتاعتنا، الحاله بتاعتنا اللي اسمها فيزيتد دي، اللي هي حاله الزياره. لما الزرار ده يتم زيارته قبل كده، مره قبل كده، وتطلع ترجع للقائمه الرئيسيه، هوريه لكم دلوقتي، بيظهر لونه بلون مختلف، انت ممكن تعمله زي اي لون انت عايزه. الحاله الاخرانيه اللي هي ديسيبل ده مش هنتكلم عنها دلوقتي، هنعرفها كاسم بس دلوقتي، تمام كده؟ طيب احنا عاوزين نغير في الحالات ونخلي الزرار يتغير ويعمل اكشنات كده لما اقف عليه زي ما كان بيعمل في البرمجيه. اول حاجه هنعمل الزرار بتاعنا، هنيجي على حاجه اسمها ايديت ستيتس هنا كده، نضغط عليها، لاحظ ان دول اتمشطوا. هنضغط على الحاله النورمال الاول، النورمال هنسيبه زي ما هو. الحاله الهويفر هنيجي سيلكت عليها كده، تمام؟ وهنيجي هنا على الزرار نعمل التغييرات بتاعتنا عليه. من قائمه فورمات هنجيب الاشكال المختلفه للزرار، مثلا هنخليه لما نضغط عليه او لما نمر عليه لونه يتحول للون ده، ها اللي هو الاورنج ده، تمام؟ ويتعمل له حدود باللون الاسود مثلا، تمام؟ هكبر الحدود كمان بتاعته شويه. ايه دي كلها بقى؟ تنسيقات عاديه خالص. ولما امر عليه حجمه يكبر شويه اهو، تمام؟ طيب دي الحاله ايه؟ هاويفر. طيب الحاله اللي بعدها داون، لما اضغط على الزرار ايه اللي هيحصل؟ لونه برضه هيتغير، مثلا يبقى باللون مثلا الاخضر، تمام؟ وهيبقى الحدود بتاعته باللون مثلا وليكن دهوت. ها هنكبرها شوية. ها سامعيننا يا شباب؟ انت سامعيني؟ ايه ردوا، سامعيني ولا ايه؟ يا شباب سامعينك. طيب تمام. دي الحاله اللي هي الثالثه بتاعتنا اللي اسمها داون، ومثلا وليكن هنصغر حجم الزرار سنه صغيره كده. طيب الحاله اللي هي فيزيتد، لما كنا بنتكلم عن اللينك فاكرين؟ ها هنخليه مثلا يبقى ياخد اللون زي اللينكات، ياخد اللون ده اهو اللي هو البنفسجي ده، تمام؟ ويبقى مثلا يطلع له بوردر مثلا باللون الاحمر، تمام؟ كبرها شويه، تمام كده. كده عملنا الحالات كلها. تعال نشوف الشغل اللي احنا عملناه من بريفيو ذيس سلايد. تعال نشوف الشغل اللي احنا عملناه كده. شايفين الزرار قدامنا يا شباب اهو؟ لما لاحظوا كده لما اجي امر عليه اللي هيحصل، ها شايفين اهو بقى اول ما اجي هوفر عليه يبقى الحاله الثانيه اللي ايه؟ الحاله الاولى دي اللي هي نورمال وهو في وضع الطبيعي، لما امر عليه يبقى الحاله هوفر، لما اضغط ضغطه الحاله الثالثه اللي هي داون بقى. لما ضغطت ومشيت من عليه بقى الحاله الرابعه اللي هي فيزيتد. ها واضح الكلام؟ تمام. سهل ولا صعب؟ بقيت الناس ردوا. تمام يا دكتور. تمام مفيش مشكله. طيب دلوقتي الناس مثلا، انا قلت لكم في السكشن مثلا نزلوا ايه؟ خلفيات وحاجات من دي. طب الناس مش لاقيه ومش عارف ايه والدنيا صعبه في البحث وكده، انا دلوقتي هصمم لكم البرمجيه كلها بطريقه ممكن تصمموها من خلال البرنامج بمنتهى السهوله. وليكن مثلا انا عندي 5 دروس، يبقى ايه بقى ليهم كام زرار؟ 5 ازرار. الدرس الاول انا برمجت زرار واحد وعملت الحالات بتاعته، تمام؟ هاجي عليه كده اهوت،
هروح واخد منه 5 نسخ. كنت باخد نسخة ازاي؟ بضغط على كنترول واسحب اهو، ادي اول نسخة. اجي على النسخة اللي سحبتها دي، اضغط على كنترول اهو واسحب، ادي بتاعت الدرس التالي. تمام، اخد كمان نسخة، اضغط على كنترول واسحب. ثواني، هاخد كمان واحدة وليكن عشان الدرس الخامس. اهو هنبدأ نعمل لهم عملية تنسيق. طب المنطقة اللي انا هكتب فيها فين؟ بمنتهى السهولة هاجي على انسيرت اهو، هاجي على الشيبس بتاعتي وليكن اخد قطعة ده كده اهو، واروح جاي اعملها كده اهو عشان هي تبقى منطقة الكتاب اهوت. طب انا مش عاوز لها خلفية، اعمل الكلام ده ازاي؟ ثواني، هاجي على قائمة فورمات، هاجي على الشيب فيل، اعملها نو فيل. ها، لاحظ ان مبقاش ليها خلفية. نكبر الحواف بتاعتها من الاوت لاين اهوت، نخليها كده اهو. تمام، نيجي اهوت مثلا نكبر حجمها سنة صغيرة. طيب عاوزين نعمل، هنكتب بقى المحتوى بتاعنا جوه هنا. طيب عاوزين نعمل زراير اللي هي التالي والسابق والحاجات دي، هنكتب مثلا على دوت اهوت الدرس الاول، دوت الدرس الثاني، الدرس الثاني، هنكملهم. تمام، على فكرة فاضل 10 دقايق والزوم هيقفل، لو قفل هندخل تاني على نفس اللينك عشان نكمل. ماشي، طيب احنا عايزين عملنا كده زرار الدروس، عايزين نعمل زرار اللي هو التالي والسابق والحاجات دي، نعمله ازاي؟ وليكن هاخد زرار من ده هم كوبي بيست كده اهو اهوت. انا مش عاوز فيه كلمة الصفحة الرئيسية دي خالص، انا عاوز، تعالوا نمسح الصفحة الرئيسية، نمسح كلمة الصفحة الرئيسية كده. هنصغر حجمه سنة صغيرة ليكن كده اهو. اهوت مثلا كده اهو، نجيبه على جنب. طيب لو احنا سلكتد على الزرار كده وجينا على قائمة فورمات، مين اللي بيكتب على الشاشة؟ طيب جينا على قائمة فورمات وفتحنا حاجة في الجنب كده في البوتون بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها بوتون ايكون اهي. تمام، فتحناها كده، هنلاقي علامات كتير جدا للزراير. احنا مثلا عايزين نعمل ده زرار الساب، هنروح حاطين في قلبه سهم كده اهو اهو. طب عايزين نكبر حجم السهم شوية، نيجي على قائمة فوم ونكبر الحجم من هنا، هنلاقي حجم السهم بيكبر معانا. تمام، طيب عايزين ناخد نسخة من ده اهو، هي اهي، كنترول وابدا اسحب. قلنا نخلي الزرار التاني ده يبقى بص الناحية التانية ازاي؟ ها شباب، من قائمة روتيت وروتيت هوريزنتال، فاكرين ولا مش فاكرين؟ لا، فيرتيكال اهي. فاكرين يا دكتور؟ فاكرين، طيب اهو، بس يا ريت بس الفيديو يطلع بس على المنصة، الفيديو ده عشان نشتغل عليه. طيب هرفعه لكم مفيش مشكلة. طيب تمام، هناخد منه كمان نسخة عشان نعمل زرار ايه؟ القائمة الرئيسية. احنا ممكن نعمل زرار للقائمة الرئيسية بالأصدار اللي هي في الدرس الأول، الكلام ده أحسن. ممكن. طب بص هنعمله ازاي؟ هنجيب اهو الزرار اهو. تمام، بس ثانية واحدة، برنامج بس تقيل حبتين. اهو خدت زرار تالت منه اهو، اللي هو هكتب فيه القائمه الرئيسيه، بس انا مش عايز اكتب فيه القائمه الرئيسيه، انا عايز اعمل فيه علامه احسن اهو، في علامه الهوم هنا اهي، شايفينها؟
اروح ضاغط عليها كده اهو، هلاقي عند السهم اللي جوه ده دلوقتي هيتغير يبقى علامة الهوم، وبس يتقيل شوية مش فاصلة تقدر. طيب ثانية واحدة. خليكم معايا ثواني. بس تقيل بس شوية عشان بس البث وال عشان بينقلكوا الشاشة والبرنامج شغال في نفس الوقت، فهو تقيل شوية بس ثواني هيفتح وقفل هفتحه لكم تاني. شايفين بقى الزرار اللي عملناه في الجنب؟ ها لما نيجي نمر على اللي بيحصل بتدي ما التأثير بتغير بتاعنا اللي عملناه. طب لو ضغطنا لواحد فيهم ايه اللي حصل؟ لونه اتغير اهو، فاهمين؟ طيب كذلك برضو الزرار اللي هي بتاعت التالي والسابق لو ضغطنا عليها برضو. بس هنغير بقى الزرار لان التالي والسابق بيستخدم كتير، مش هنخليه ياخد اللون البنفسجي في الحالة اللي هي الرابعة اللي هي الفيزيتال. تمام يا شباب؟ موضوع الزرار ده اهو بعد اذن حضرتك يا دكتور، لو احنا عايزين مثلا نبرمج الزرار يتنقل مثلا للصفحة الاولى او الصفحة الثانية، اهو بمنتهى السهولة، هتيجي على الزرار تقف عليه كده اهو، ها هتلاقي القايمة اللي في الجنب اللي اسمها تريجرز ده، هتيجي تروح جاي ضاغط اهو على نيو تريجر، هيفتح لك التريجر ويزارد ده، بيقول لك الاكشن عايزه يعمل ايه، يتنقل لشريحة ولا يتنقل لمشهد؟ هتقول له مثلا يتنقل لشريحة يبقى جامب تو سلايد، هتيجي تحت هنا في السلايد تبدأ تحدد السلايد بتاعتك اللي انت عايز يتنقل لها، فاهم حاجة؟ وليكن الشريحة اللي بعدها ودي له تمام. الفيلم، يبقى كده الزرار ده خد الشريحه دي. طيب الزرار ده هو بيرجع مثلا للهوم، تمام؟ يبقى ادي له تمام. تريجر. الهوم ديت هي واحده لكل الشرايط، يبقى مثلا هيبقى لسين، هيرجع لسين معين، هحدد له السين اللي هو مثلا وليكن السين اللي اسمه مثلا المقدمه، تمام؟ ودي له اوكي. خلاص كل ما اضغط على زرار الهوم ده هيوديني المشهد اللي اسمه المقدمه، تمام كده؟ تمام. طب لو انا يعني حبيت مثلا او ادخل يعني صوت على مثلا ان هو بيعرض لي جامعة لسه المنوفية وكده، لسه 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 سيكشن الصوت والفيديو اللي هو السيكشن الجاي ان شاء الله. خلاص يعني اصمم كل حاجة الا الصوت والاكشن والحاجات دي. والفيديو حطهم وان شاء الله، ما تقلقش عادي، اكتب الشغل بتاعك وحط الزراير واعمل كل حاجة، ومش عايز تحط الصوت والفيديو دلوقتي سيبهم لحد ما نشرحهم في السيكشن، تمام؟ تمام. طيب النقطة اللي بعدها اللي احنا المفروض هناخدها النهاردة هي حاجة اسمها الهوت سبوت، تمام؟ ايه الهوت سبوت دي؟ تعالوا كده نرجع للشريحة اللي كنا بنصمم فيها. كانت الكام هي التالت؟ اهي، تمام؟ الهوت سبوت دي بمنتهى البساطة انا عندي مثلا بضيف مثلا حاجة زي شعار الجامعة كده اهو للبرنامج، اهوت انا سحبته ورميته بس جوه البرنامج، ماشي؟ شعار الجامعة صغرت اهو، برنامج فاضله دقيقة ويفصل، الزوم فاضله دقيقة ويفصل، هندخل كمان بالظبط 10 دقايق ولا مش هيكمل وان شاء الله هنخلص. طيب انا لو جيت دلوقتي عملت بريفيو يا شباب، بصوا كده عشان بس اوريكم شعار الجامعة قبل ما نبرمجه بالهوت سبوت وبعد ما برمجناه يبقى شكله عامل ازاي. ثواني. انا لو جيت دلوقتي اهو، لو وقفت على زر التأثير بيظهر اهو. طيب لو وقفت على الشعار حاجة بتحصل؟ لا فعشان هو صورة. طب تعالوا بقى لو برمجناه، او تعالوا ادينا الهوت سبوت من قائمة انسيرت، هنيجي برضو من الانتراكتيف اوبجكتس حاجة اسمها هوت سبوت. عندي ثلاث حاجات في الهوت سبوت، يا اما اوفال يا اما ريكتانجل يا اما فري فورم. الاوفال لو الشكل اللي احنا عايزين نعمل له هوت سبوت شكله مضوء، الريكتانجل لو شكله مربع، الفري فورم لو شكله غير الشكلين دول، تمام؟ طيب
نتنقل للسيكشن تاني معلش. تمام، فهنيجي نكمل. شفنا طبعا ديت الصوره لما عملنا دلوقتي بريفيو، لقيناها ان هي صوره ما فيهاش تغيير ولا فيها اي حاجه. فلما ضغطنا عندي على هوت سبوت كده لقينا فيها ثلاث حاجات، يا اما اوفال يا ريكتانجل يا فري فورم. الاوفال لو الشكل اللي احنا اللي قدامنا ده كان دايره، تمام. طيب الريكتانجل لو كان مربع، الفري فورم لو كان الشكل ده غير الدايره او المربع، يعني ايه شكل غير منتظم يعني بمعنى صح. فالشكل اللي عندنا ده يا شباب دايره ولا مربع؟ هو مش جايب ولا دايره ولا مربع، يبقى فري فورم. تمام، يبقى نختار الفري فورم ده ونبدا نحدد على الشكل كده حواليه كده اهو. بس هنا عندنا ملحوظه صغيره خالص، النقطه اللي انت بدات فيها تقفل فيها بالظبط. ليه بقى؟ عشان يبان عندك الشكل الاخضر ده، لان لو ما قفلتش طرف البدايه وطرف النهايه على بعض الاثنين كده مش هيبان عندك الشكل الاخضر ده. تمام، فتلاحظ وانت بتحدد حواليه كده تحدد الشكل بالظبط وتقفل نقطه البدايه على نقطه النهايه. واضحه النقطه دي؟ تمام. طيب اول ما نحدده كده هنلاقي حاجه جديده ظهرت هنا اسمها ايه؟ هنا اهي هتظبط واحد. هوت سبوت 1. الله ينور عليك. انا عاوز ده يعمل ايه؟ عايز مثلا الوظيفه بتاعته لما الطالب يضغط على شعار جامعه المنوفيه يبقى يتنقل لللينك بتاع جامعه المنوفيه. اعمل الحكايه دي ازاي؟ اروح اعمل لها الهوت سبوت او الحته الخضراء اللي عملناها دي، ونيجي نضغط على كليك يمين ونختار ايديت. طب بعد ما نختار ايديت، فاكرين الشكل اللي طلع لنا قدامنا ده اللي هو كان ايه؟ بيطلع لنا واحنا بنبرمج الزراير. الاكشن بيقول لي الاكشن عايزه يعمل ايه؟ بقول له والله جامب تو يو ار ان، يعني افتح لي لينك اهو. ها هيجي هنا يقول لي اسم اللينك، هاجي على النت كده اهو واروح كاتب ايه؟ انا عايز يعمل ايه؟ افتح لينك شعار يروح لجامعة المنوفية. يبقى اروح كاتب موقع جامعة المنوفية واضغط انتر. منوفية اديوكيشن. منوفية اديوكيشن. يا عم ماشي، احنا بنقول موقع جامعة المنوفية مش موقع المنصة بس. فاهم حاجة؟ ها؟ اهو. يبقى افتح موقع الجامعة ده اهو، ونروح جايين واخدينه كوبي من فوق اهو، كوبي جايين على البرنامج بتاعنا. بس اهو لزقت اللينك اهو، خدت كوبي بيست مش اكتر. تمام، في علامه هنا اهي لو وقفنا عليها اسمها تشيك يو ار ال. ايه تشيك يو ار ال دي؟ لو ضغطنا عليها ضغطه كده هيبدا يفتح لنا المتصفح بتاعنا. انتوا شايفين المتصفح دلوقتي ولا شايفين شاشه البرنامج؟ شاشه البرنامج. شاشه البرنامج. طيب اهو، ها لما ضغطت عليه راح فاتح لي بالشكل ده يا شباب كده. تمام، تمام. اللي هي تشيك يو ار ال، ام اول ما ضغطت على تشيك يو ار ال راح فاتح لي الشاشه. هرجع لكم تاني شاشه البرنامج اهي، لما ضغطت على دي راح فاتح لي في المتصفح بتاع اللينك بتاع الجامعه. طالما لقيته شغال وزي الفل خلاص 100 100 كده، اضغط اوكي. تعالوا دلوقتي نعمل بريفيو كده ونشوف فاكرين كان شكلها عامله ازاي قبل ما نعمل لها هوت سبوت. لما كنا بنيجي عليها بالسهم ما كانش بيعمل اي حاجه صح؟ كانت صورة ثابتة. كانت صورة ثابتة، الله ينور عليك. تعالوا نشوف دلوقتي بقى فيها تغيير. ها؟ إيه اللي حصل لما جيت عليها بالسهم؟ بيديك أمر إنك لو هتضغط ولا حاجة. الله ينور عليك، بيتحول ليد، معنى ذلك إن هي لينك. بس لو ضغطت هيقول لي هي مش متاحة دلوقتي عشان أنت في وضع بريفيو، ما خرجتش البرمجية لوضعها النهائي. لما بقى نعمل بابلش للبرمجية في النهاية خالص اللي هي دي يا شباب، ان شاء الله هنلاقيها بتعرض بالشكل ده اللينكات بتاعتها. تمام؟ تمام. يبقى النهارده اتكلمنا عن البوتونز، ها؟ وعرفنا مكانها بنجيبها منين؟ من جنب التايم لاين كده، من حاجه اسمها ستيتس. وخلينا معلمينها من الحالات بتاعتنا اللي بننشرها على الواتس وعلى الفيس. تمام؟ تمام. طيب، والنقطه الثانيه كانت الهوت سبوت. يبقى كنا بنحط الهوت سبوت بتاعتنا ونعدل الحاله بتاعتنا او بنعدل الاكشن اللي هي هتعمله على حسب ما احنا عايزين. في مشكله في النقطتين دول؟ لا تمام، الدنيا سهله يعني. تمام. طيب تمام، يبقى ان شاء الله باذن الله